السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أمي سالم. النهاردة هنعمل مع بعض محشي كرنب بطريقة جديدة على الآخر. شايفين الجمال؟ ويلا بينا مع بعض نشوف البيكنج باودر هيعمل ايه في الكرنب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير ومعكم أماني سالم يا أغلى متابعين لقلبي. بصراحة يعني أنا بشكركم جدا 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 على التعليقات الطيبة وعلى كمية الدعوات، أهم حاجة الحب الناس. يا رب إن شاء الله نبقوا دايما عند حسن ظنكم. اول حاجه احنا جايبين معانا كرومبه كبيره، طبعا الكرومبه دلوقتي نازل في السوق. كل سنه وانتم طيبين، شايفه ما شاء الله بنقطعها بالسكينه بالشكل ده وبنشيل القلب بتاعها. انا مرمهوش، انا بعمله كلوسلو بيبقى حلو جدا جدا جدا. هنبتدي بقى نسمي بالله ونشتغل بقى في الكرنب بتاعنا. شايفه ما شاء الله احنا قطعنا الجزئيه اللي في النص دي، وهنبتدي بقى نقطع الكرنب. اول حاجة انا همسك الكرنب بتاعي، طبعا انا قطعتها بالسكينة فكل ورقة هتطلع معايا بكل سهولة، شايفة؟ بس انت تسلكي بس من الجنبين كده علشان الورقة معايا تطلع بكل سهولة، شايفة؟ هعمل كل مرة في كل الورق بالشكل ده، بتديني كمية كبيرة جدا من الورق، غير ما انت تقطعي اربع تربع بيتهدر منها كتير، لكن لما بتطلعي الورقة بورقتها بتبقى كده الكرنبة ايه بخيرها، شايفة؟ بتكون تطلع معايا بكل سهولة. شايفه بقى الكرومبه بتاعتي بعد ما خلاص شلت منها كل الورق، الاخر حته ما بترضاش تطلع معايا، فهجيب بقى السكينه واقطع الحروف كده زي ما انت شايفه علشان تسهل معايا الورقه تطلع بكل سهوله. شايفه بقى احنا بنعمل ازاي؟ خلاص كده هنبتدي نسلك الورقه بتاعتي، شايفه؟ طلعت بكل سهوله. هنكمل كل الكرومب بتاعي بالشكل ده، ويلا بينا مع بعض نشوف هنعمل ايه. شايفه طلعت معايا ازاي؟ حلوه جدا جدا جدا. وخلاص احنا كده بنخلص الورق الكرنب بتاعي، وما شاء الله الورق بخيره، يعني عطالي كميه كبيره جدا. يلا بقى نشوف النتيجه المبهره، البيكنج باودر اللي في الكرنب. مش معقول بيكنج باودر في الكرنب؟ ايوه معقول، انا اساسا ما تخيلتش وما توقعتش الجمال ده لما حطيت البيكنج باودر في الكرنب. يلا مع بعض هنشوف هنعمل ايه. حضرنا الحله بتاعتنا وحطينا فيها ميه مغليه وحطينا ربع باكل بيكنج باودر وحبه الملح. تعالي بقى شوفي الجمال، وتعالي شوفي الورق بتاعنا هيتسلق ازاي. ما شاء الله ما شاء الله، حطينا ورق الكرنب في الحله بتاعتي اللي فيها البيكنج باودر، مش هياخد من ايدك ثواني، مش دقايق، ثواني، وهتطلعي الورق ما شاء الله كانه خصايه. وان شاء الله انت هتجربيها وهتشوفي بايدك وهتشوفي بعينيكي، الكرنب مش هياخد وقت من ايدك خالص، يا دوبك انت بس بتحطيها في ميه الغليان بس تطلعيها على طول، مش هتقلبي لا شمال ولا يمين، وتطلعي بقى الورق. شايفه شكل الورق ما شاء الله، يعني الورقه ناعمه جدا، الورقه ناعمه جدا جدا، وانت هتشوفيها بايدك. ويا رب ان شاء الله الوصفه، ويا رب ان شاء الله الفكره تعجبكم. والجزء الاخير في الكرنب بتاعنا بحطه زي ما هو في الحله، وما اقولكيش على البيكنج باودر بيعمل ايه في سلق الكرنب، بيخليه طري جدا جدا زي ما انت شايفه. شايفه الجمال؟ خطيره. وخلاص احنا كده خلصنا كميه الكرنب بتاعنا، ولفينا الورق الكرنب زي الرول بالظبط، وبنقطعه بالمقص الجزء اللي فوق طبعا اللي هي العرق بنشيله كده على الجنب، ونبتدي بقى نقطع الورق بتاعنا. وشايفه بقى احنا بنقطع الكرنب بتاعي على 3 اجزاء علشان يبقى منظم ومرتب، شايفه بالشكل ده، وحطه بقى في الطبق عشان اجي احشي بقى احشي على رواقه، وهتاكلي احلى محشي كرنب ان شاء الله، ويبقى الصوبع كله قد بعض، مفيش واحده اصغر واحد اكبر. شايفه بقى المحشي بتاعي مرتب ومنظم ازاي؟ يلا بقى نحشي ونشوف هنعمل ايه. هنسمي بالله، وشايفه بقى الورق الكرنب بتاعنا ما شاء الله على الجميل،
شايفة ما شاء الله طريقة حلوة جدا وهتحشي بأسرع ما يمكن. يلا بقى نبتدي نشوف هنعمل ايه. هنسمي بالله وناخد اول معلقة من خلطة المحشي بتاعنا، ما كتريش عشان يبقى صباع المحشي بتاعك حلو، مبقاش تخين قوي ولا رفيع قوي. وشايفة بقى اللف بتاعنا عامل ازاي، مش هيطلع منه ورا واحدة رز. هقفل كده واضغط كويس علشان المحشي بتاعي يبقى ماسك نفسه. شايفة هنلفه كده واحلى صباع محشي. شايفة منسق ازاي ومنظم. هعمل واحدة تاني مع بعض، ويلا مع بعض شوف هنعمل ايه. وهنحشي واحدة تاني مع بعض عشان ما خدش باله ياخد باله تاني. شايفة الحشو حلو ازاي، والورق رائع جدا جدا بسبب البيكنج باودر اللي احنا حطيناه في السلق الكرنب، والمحشي خطير جدا. واحنا رصصناه في طبق، هقول لك ليه. تعالي بقى شوفي السر، احنا ليه رصصنا المحشي في الطبق. اول حاجة احنا حطينا طبعا العروق في الحلة، شايفة، وهنرصصه بطريقة جديدة زي ما عودتكم مطبخ اماني سالم، كله جديد في جديد. طبعا احنا ما كنا بنرصص المحشي فوق بعض، طبعا بيضغط عليه وبيبقى معجن، لكن بالطريقه دي المحشي بتاعك هيكون زي الفل. وطبعا الحله هتاخد كل الكرنبايه اللي احنا حشيناها، بالطريقه دي هتاخد كميه اكبر واكبر واكبر، وهيبقى محشي رائع جدا جدا جدا. ويا رب الوصفه تكون عجبتكم، ويلا مع بعض هنشوف بقى المحشي هنسويه ازاي. وخلص احنا خلصنا ترصيص المحشي بتاعنا، الطريقه دي حلوه جدا وهتعجبك، ولما تيجي تنزلي المحشي بتاعك تبقى لوحده بوحدتها. هنبتدي بقى نسوي المحشي بتاعنا. ما عندك بقى شوربه فراخ، عندك شوربه لحمه، تحطي عليها معلقتين صلصه، وطبعا 3 معالق زيت، وملح والفلفل بتوعك. هبتدي بقى ازقي الورق بتاعنا، شايفه المحشي بتاعنا بالشكل ده، وطبعا ما تغطيهوش على الاخر، تخلي بس عقله من المحشي هي اللي باينه، ويغلي غلوتين ونوطي، ويلا مع بعض هناكل احلى محشي كرنب. وطبعا الطريقه دي حلوه جدا، مش هحط طبق ابدا ابدا فوق المحشي لانه مش هيتفك منه ولا واحده، وطريقه سهله جدا، ويغلي غلوتين ونوطي عليه، ويلا مع بعض هنشوف محشي الكرنب بتاعنا هيكون شكله عامل ازاي. وشايفين بقى المحشي بتاعنا بيتكلم عن نفسه، طعم ايه وريحه ايه، يا رب يا رب تعجبكم الوصفه وتفضلوا معانا يا جماعه. هنبتدي بقى نغرف، ويلا مع بعض نشوف هنعمل ايه. دلوقتي خلاص احنا طفينا على المحشي بتاعنا، وهنجيب بقى طبق وهنبتدي بقى نغرف المحشي. هتشوفي انت الجمال، المحشي بيجري من الحله، بسم الله. شايفه ما شاء الله الكب كله مره واحده، ولا واحده مسكت في التانيه بسبب الترصيص اللي احنا حطيناه، وفعلا فعلا بطريقه جديده وهتعجبك على الاخر. شايفه بقى صباع المحشي بتاعنا، اتفضلوا معانا وان شاء الله هتعجبكم الطريقه وهتعجبكم الوصفه. ويا رب لو الوصفه عجبتكم اشتركوا في القناه عشان يوصل لكم مني كل جديد، ولايكات وشير، وان شاء الله الدعوات من القلب للقلب. وكان معاكم اماني سالم، وان شاء الله بالف هنا وعافيه.